فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إهداء ثواب العمل الصالح بعد الانتهاء منه كقراءة القرآن مثلا؟ ما ورد هذا، ما ورد أن قراءة القرآن تهدى، إنما الذي يهدى هو الحج أو العمرة عند الإحرام، ينويه عند الإحرام، ما هو لا من الحج ولا اعتمر يهديه للغير، لا، عند الإحرام عند عقد النية ينوي أنه يحرم عن فلان. والدعاء يدعو له، هذا مشروع. الصدقة أيضا، الصدقة عند إخراجها ينويها عن فلان، الأضحية عند ذبحها ينويها عن فلان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.